معنا سيادة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب، عنده وجهة نظر عايزين نسمعها، اتفضل سيادة النائب. مساء الخير يا دكتورة بسمة، أهلا تحياتي وسهلا. لضيوفك. والحقيقة يعني أنا هتكلم سريعا، أنا مش هتكلم في شق قانوني، يعني أنا شق قانوني أو الشق المتعلق بالمحكمة أو المتعلق بالمحافظ على أمواله. أنا أرجح يعني إذا كان هناك محامي، وأنا عارف إن المستشار محمد عثمان هو المحامي الخاص باللاعب أبو محمد تريكة أبو تريكة، اللاعب السابق محمد أبو تريكة، يقدر يدخل يتكلم فيه. إنما هتكلم أنا على رموز الوطنية والكرة المصرية. يعني اللي على يمين حضرتك كابتن مصطفى يونس، ده رمز من رموز الكرة المصرية. الخطيب رمز، مصطفى عبده رمز، حسن شحاتة رمز، طاهر أبو زيد رمز، عماد سليمان رمز. طبعا. يعني إيه رمز؟ يعني إيه رموز الكرة المصرية؟ يعني لما الدولة ندت لهم وقفوا معاها، ساندوا الدولة. ما ينفعش يبقى الدولة بتمر بثورة عظيمة وبتمر بمشاكل أمنية وبتكافح إرهاب، واحنا الدوري منذ انشئ عام 48 حتى الان توقف عده مرات، يمكن 6 أو 5 مرات ان لم يخني تخني الذاكره، متهيألي في حرب السنوات السته من 67 ل 73، وفي ثوره 52، واعتقد انه وقف برضه فترة 2012 2013 بعد مباراة المصري والأهلي وما سميت بمذبحة بورسعيد. الحقيقة لازم نتكلم ونقول إن إحنا النهاردة اتفرجي على تاريخ القوى الناعمة واللي المفروض أبو تريكة كان يبقى منهم منذ الحياة الحديثة في مصر. تاريخ القوى الناعمة بداية من أم كلثوم وعبد الحليم ونجيب محفوظ ولعيبة الكرة. احنا عندنا مثال محمد صلاح. صحيح صحيح يا دكتورة، بس القوى الناعمة دي كانت بتعمل ايه؟ كانت لما الدولة بتنادلها بتقف معاها ماديا، بيقدر بيعملوا المجهود الحربي، وكانوا بيروحوا ويعملوا ماتشات كرة ويلموا فلوس ويجيبوها للدولة المصرية وللجيش المصري، معنويا مطربين يغنوا يعملوا حفلات، دي القوى الناعمة. انما انا على المستوى الشخصي انا بقول محمد ابو تريكة من افضل اللعيبه اللي جت في الحياه المصريه، أكيد. واللي الناس كانت بتسميها امير القلوب. ولكن انت فين يا ابو تريكه من الدوله المصريه لما مرت بالظروف دي؟ يا ابو تريكه ده المذيعين بتوع السعوديه اللي كانوا شغالين في الجزيره استقالوا، واللي كانوا شغالين من الامارات، لما عرفوا ان قطر هذه الدوله عملت فيلم تسجيلي عن القوات المسلحه وقالت فيه ان جنودنا البواسل اللي حضراتكم قاعدين دلوقتي وهم بيحاربوا وبيقدموا كل يوم شهداء في سيناء، وقالوا ان هؤلاء الجنود هم عبيد وسخره، سالوا على الهوى واعلنوا استقالتهم وانت سيادتك قاعد هناك. اعتقد يا ابو تريكه ان كان يستوجب عليك حتى لو هتسال قانون هي تركب طياره وتيجي، كان اشرف لك ألف مره انك انت تيجي وتواجه المحكمه وتواجه الشعب وتعلن حقيقتك من القنوات المصريه هنا اللي كانت هتسمح لك انك انت تطلع وتتكلم. النهارده انت حضرتك قاعده طيب. وجايبه الراي والراي الاخر. سياده النائب معلش انا بستاذنك، بس معانا